بحالة الأطفال كيف نتعامل مع حالة الأطفال؟ هلا في حالة الأطفال كمان حسب المكان، ولكن عادة الشخص الوصي قانونيا عليهم هو بياخذ قرار، اللي هو عادة الأب أو الأم. كمان حتى بالنسبة لموضوع الأطفال، نحن أنا بحكي لك هون مثلا بالولايات المتحدة عندنا موضوع بسموه السيفنز رول أو قانون السبعات. أول 7 سنين من عمر الطفل، طفل غير قادر على اتخاذ قرارات، دائما لازم ترجع للأهل. ثاني 7 سنين الطفل بيكون بمرحلة هو قادر إنه نوعا ما يأخذ بعض القرارات، طبعا هذا الشيء بناء على أبحاث تمت إنه قارنوا قرارات اللي عملوها الأطفال مع القرارات اللي عملوها البالغين، ولقوا إنه في تشابه كثير كبير. فالمرحلة بين السبعة لل14 أنت لازم تحاول تسعى لتاخذ موافقة المريض الطفل، ولكن ليس موافقة قانونية، ولكن تقول له إنه نعمل هيك، أنت موافق ولا لا؟ إذا لقيت معارضة شديدة وقتها هون أنت لازم تحل القصة. هلا في حال عندك طفل بين 14 وال21، فانت لازم تعتبر دائما انه هذا الطفل قادر على انه اعطاء قرار بسموه اسنت وليس كونسنت، اللي هو انه موافقه او ابداء راي وليس موافقه قانونيه، ولكن يعتبر فيها ويعمل فيها، لانه انت الطفل بين 14 ل 21 لازم دائما انت تفترض انه هو قادر على المحاكمه العقليه وابداء قرار، الا اذا كان عندك سبب وجيه مشان تنفي هذا الشيء. طيب ولكن بشكل عام حالات تسعه الاسعاف في كانت عند تسعه الاطفال ما في اهل، ما في اهل في حال، لان هلا تمام، الاهل عاده بيحاولوا يسعوا انه هن بس لو يوافقوا التقى المريض. شخص مجنون، ام او اب مجنون بده يرفض علاج اسعافي لابنه، بسمع له؟ طبعا لا طبعا طيب هلا بتناقشوا بتحاول تقنعه، ولكن في حال انه المريض دخل مرحله لازم تتدخل انت اسعافيا، بتبعد الاهل بتشتغل بناء على التوصيات الطبيه المتعارف عليها. طيب لو حالة غير إسعافية، عم عالج طفل والعلاج المعياري هو يتطلب إنه لازم عالج والأهل رافضين العلاج، في بجبرون؟ حالة غير إسعافية ما فيك تجبرون لحد معين، يعني أنت بتضل تناقشه وتحاول تفهمه وتحاول تعمل أي شيء، ولكن إذا شفت أنت في خطر محدق على المريض سواء كان تم أذية أو عاهة مثلا دائمة أو شيء، هون أنت بترجع لقوانين البلد اللي عايش فيها. في بلاد مثلا بتقول لك أنت لازم محكمة مثلا، تعمل هذا العلاج، ممكن لازم محكمة، ممكن أنت حتى تشكك بوصية يعني بقدرة الأهل على اتخاذ قرارات، فانت ممكن ما تاخذ وصيه كامله منهم ولا تاخذ وصايه منهم، ولكن بهذا الموضوع بالذات لازم تجبرهم على هذا الموضوع. ولكن هيك قصص بتكون كثير خلافيه، وعاده بهيك حاله انا بنصح الاطباء مو بس ياخذوا يفكروا بالحاله لحالهم، يستشيروا اطباء اخرين، هل الضرر اللي انا عم قرره هو فعلا موجود؟ هل الفائده هي فعلا موجوده؟ طبعا لجنة الأخلاقيات قبل ما أوصل للمحكمة هي طبعا الأساس، طبعا تمام. طبعا طيب طبعا